بسم الله الرحمن الرحيم. Vertical row relation. حتنعرف شنو هو Vertical row relation. نحاول نخلي في التعريف بسيط وصفي الحالة. فهو ممكن أقول عليه Vertical height of face. ممكن أقول Vertical height of lower third of face. أو Vertical distance between maxilla and mandible. وعندنا two type من Vertical جو ريليشن، واحد على بالريست بوزيشن اللي هو vertical dimension at rest، وواحد ثاني أثناء الاكلوجن اللي هو vertical dimension of occlusion. بالنسبة للvertical dimension of rest هو vertical height of lower third of face when muscle at minimum tonic contraction، بيكون في حالة physiologic rest position. يعني شنو هذه physiologic rest position؟ يعني يكون عندي بالانس بين شغل الاكشن مالت المصل اللي تسوي اليفيشن للماندبل من جهة، والمصل اللي تسوي ديبرشن للماندبل من جهة ثانية، والجرافيتي يصير هذه القوة في حالة تعادل، يعني كأنما المجزلة كأنما الماندبل معلق بالمجزلة. البيشنت يكون قاعد عندي upright position، عينه وجهه يباوع forward، الفرانكفورت بلين مالته موازية للفلور مالت الغرفة. فرانكفورت بلين هي الخط الهوريزونتال من الكانثس اوف ذا اي للتريجس اوف ذا اير. اللبس مات البيشنت تكون ات مينيمم كونتاكت، مرات حتى اكو فد سبيس بسيط بيناتهم، والريكورد بلوك يكون اكو فد سبيس بين الابر واللور مو طابقه وحده على اللخ. هذه السبيس ماتي هذا البوزيشن ريبروديوسبل، بس اكو فد عوامل تاثر لي على هذا السبيس. شلون اقيس الطريقة اني؟ بالنسبة لل vertical dimension at rest اخلي البيشنت اخلي نقطة على خشم البيشنت most prominent area of the nose، ونقطة على most prominent area of the chin، واقيس المسافة بيناتهم. خلي البيشنت يطبق لي يعني في حالة vertical occlusion at rest، واقيس المسافة شقد تطلع عندي. المسافة هذه مو ثابتة، مرات اكو فد عندي اشياء تأثر على قياس هذه المسافة. قد تكون short term variables يعني هي temporary، ممكن reversible وأني أتلافاها وأقدر أقيس vertical dimension بصورة صحيحة. ممكن تكون permanent فتأثر لي على القراءة مالتي. من ضمن الأشياء temporary ده تصير عندي المؤقتة الhead position، لما المريض يرجع راسه posteriorly vertical dimension راح يقل من عنده، وبالعكس من يسوي tilting للهيد anterior اللي دنق وجلي قدام راح يزيد عند vertical dimension at rest. الستريس لما البيشنت هو يكون مسترس عندي vertical dimension راح يكون قليل. لوش؟ لأنه راح يسوي contraction بالمصل مالته. الماوث كونتينت كل ما يقلع البيشنت أسنان vertical dimension مالتي راح تقل، لأنه ما عندي posterior stoppers زين، والمصل راح شوية شوية تتعود تاخذ adaptation على الوضع الجديد. البين pain perioral pain، اذا patient عنده pain عنده الم فمه او دار مدار فمه، ايش راح يصير؟ vertical occlusion at rest راح يقل، المصل راح تعتبر هذا اجراء protective اجراء حماية، وتقوم ما تقفل كل قوتها، يعني ما يعني تقفل اكثر من اللازم، تحاول تزغر فتحة الحرق. الريسبيريشن خلال التنفس، من يصير البيشنت انسبيريشن شوية يزيد الفيرتيكال دايمنشن، وبالعكس خلال الاكسبيريشن راح يعني يقل عندي الفيرتيكال دايمنشن ات ريست. هذه مثل ما شفتوها هي لونج تيرمز، يعني ممكن اني بعدها اقدر اخذ الفيرتيكال دايمنشن المضبوط زين، بس اكو عندي لونج تيرم تاثر عليها هذه الريفرسبل خلال اللايف تأثر لي تقلل الفيرتيكال دايمنشن، من ضمنها العمر. لويش؟ أول شيء خلال العمر يصير عندي أترجن بالتيث يقلل الهايت مالتها، وهذا الأترجن ما يصير بين يوم وليلة، يصير gradually، فالبيشنت شوي شوي يصير عنده adaptation على الوضع الجديد. بلس انه خلال الايجينج راح من يقلع الاسنان راح يخسر وياها شنو proprioceptors اللي وين موجوده بالبريودنتال ليجمنت، هي موجوده على المصل يعني الذاكره مالت المصل، تقول هل المصل اي انت هذا حدش راح يصير عندك كونتاكت ابر ولور جوز، ماكو هاي proprioceptors
فالمصل ماكو فد شي، ماكو جايد إلها، ماكو يقول لها اي انت راح يصير، راح هذا الحد يصير كونتراكشن لهذا الحد واوقفي، لان الاسنان راح يصير بها كونتاكت. لا، المصل راح تطلع قبل، كونتراكشن بالمصل راح يزيد عندي، فش راح يصير عندي بزيادة الكونتراكشن؟ approximation of mandible to maxilla، اقلل يعني قرب المانديبل للمكزلة، نسميها approximation للنوز تشين ديستانس. زين، ايضا patient with chronic neuromuscular disorder in elderly patient. زين، شغلة ثانية البروكسيزم والكلينشينج، هما اثنيناتهم البيشنت يقز على اسنانه. الفرق بيناتهم بحالة البروكسيزم البيشنت يحرك الابر واللور، مو في حالة كونتاكت، مو يعني يطبق بس طباقة قوية، اكو حركة بين المكزلة والمانديبل. بينما الكلينشينج لا، بس مجرد اطباقة الاسنان، اطباقة قوية للاسنان. زين، المصل شي يصير بها هايبرتونسيتي، فيقل عندي الفيرتيكال دايمنشن اترست. قلنا اكو نوعين، vertical dimension arthrest و vertical dimension at occlusion. vertical dimension at occlusion هو ال vertical height of lower third of face when patient in maximum intercuspal position or bite on record block، يعني طابق اسنانه، طابق الدنشر مالته، طابق البايترن، واقيس المسافة بين الابر واللور، النقطتين نفسهم اللي رسمتهم، هذا اسميه vertical dimension arthrest. زين، at occlusion sorry. ال vertical dimension of occlusion هو دائما اقل من ال vertical dimension at rest بحوالي 2 الى 4 ملم. يعني ال patient اللي ما عنده اسنان، انا شلون اقيس ال vertical dimension of occlusion وهو ما عنده اسنان؟ انا ما اقدر اقيس ال occlusion من عنده، بس انا اقدر اقيس vertical dimension at rest، اقعده ب rest position، وحسب ما قلنا شلون الطريقة واخذها، طلعت ال vertical dimension، اجي انقص من عنده 2 الى 4 ملم، هو راح يكون عندي vertical dimension of occlusion. مثل ما نشوف هنا بالصورة، خليت نقطة على النوز ونقطة على الشن، وقست المسافة بيناتهم في حالة rest position. شوفوا اللبس يدوب متلامسات، والاسنان posterior upper lower اكو فتحة بيناتهم. زين، هذا at rest وهذا at occlusion، نفس النقطتين والبيشن قفل، المسافة الفرق بيناتهم 2 الى 4 ملم. زين، عندي فد ملاحظة، البيشنت اللي هو يونغ ايج او اللي استوى قالع اسنانه، الرج مالته تكون ويل ديفلوب. هذا الشيء حلو وما حلو بنفس الوقت. حلو لانه تنطيني ستابلتي حلوة، سبورت حلوة، وريتنشن محترمة، بس ما حلو بالموضوع لانه فيرتيكال دايمنشن مالتي راح يقل، ما راح يظل عندي سبيس كافي حتى اخلي بيه اسنان. زين، لانه الاسنان لازم بعد عندي، مو بس اسنان، عندي دنتشر بيز وعندي اكريليك رابط الاسنان بالدنتشر بيز، فهذا كله يحتاج سبيس، انتر ارش سبيس، وهو الانتر ارش سبيس قليل عندي، فبهاي الحالة انا راح اضطر استعمل اسنان الحجم مالتها اقل من الحجم الطبيعي. زين، وحتى اخلي اكو فيرتيكال دايمنشن يصير عندي ات ريست. زين، هسه شنو قلنا احنا؟ قلنا اكو فيرتيكال دايمنشن ات ريست وات اوكلوجن، والمسافة بيناتهم سميناها فري واي سبيس، او يسمونها الانتر اوكلوزال ديستانس. انتر اوكلوزال ديستانس هي الدستانس بين الاوكلوزال سيرفيس اوف تيث وان مانديبل ان فيسيولوجيك ريست بوزيشن، اللي هي الدفرنس بين الفيرتيكال دايمنشن اوف ريست والفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن. دائما هذه المسافه تكون من 2 الى 4 ملم، بحالات سبيشال كيسز بنتطرق لها بالمستقبل ان شاء الله، ممكن توصل الى 9. Also detected by inspection at angle of mouth to be viewed between posterior teeth. ممكن شوية على كيفي أسوي separation للأسنان من the angle of the mouth، وأبغى راح ألقى فتحة بين البايتر من الأبر واللور. زين، شنو العوامل اللي تأثر لي على the freeway space and the resorption؟ كل ما يزيد the resorption بالرج راح يزيد the freeway space، والعكس بالعكس. الليب لينث، كل ما زادت الليب لينث، كان كل ما كانت الليب اطول، زين الفري واي سبيس راح يقل عندي، على مود لانه اذا زيد قللت الفري واي سبيس معناتها زيدت الطول مال الاسنان، صار عندي ليفر اكشن، فدائما ابو اللبس الطويله يكون عنده الفيرتيكال دايمنشن طويل
او سوري الفري واي سبيس يكون عنده كبير. فمن هذا نقدر نستنتج شنو أهمية الفري واي سبيس. يساعدني بالسبيتش والماستيكيشن without any interference. تخيل ما عندك فري واي سبيس أسنانك، يعني شنو ماكو فري واي سبيس؟ يعني في حالة ريست بوزيشن وكروزال بوزيشن أسنان تكون طابقة، زين أنت شنو راح تقدر تاكل إذا هي ماكو فد مجال حرية الأسنان تتحرك بيه؟ نفس الشيء ما راح تقدر تاكل تبلع وتحكي. زين المصل مالت التي ام جي راح تحافظ عليها، لانه هاي الفري واي سبيس قلنا اكو ريست بوزيشن، يعني المصل راح توصل الى ريست مينيمم تونسيتي يصير بيها. without هذا السبيس راح تصير دائما continuous contraction preservation of ridge denture bearing area. لو كان الضغط مستمر على البون ايش راح يصير عندي؟ يعني ماكو فري واي سبيس، يعني ضغط مستمر على البون، ضغط مستمر يعني more resorption بالبون يصير عندي. Allow patient to maintain normal appearance, restore appearance if decrease or increase impair aesthetic. ال free way space هذا زيادته ونقصانه تأثر لي على الأستيتيك مالت البيشنت. زين هسه أنا أخذت vertical dimension بس أخذته ما مضبوط، يا أما سويته أطول من اللازم أو أقصر من اللازم، شو راح يصير للبيشنت مالتي؟ في حالة أنه أنا أخذت vertical dimension عالي أعلى من اللازم، يعني شنو؟ vertical dimension عالي يعني قل عندي الفري واي سبيس. ايش راح يصير عندي؟ اول شيء pain، انه تروما من continuous tooth contact مطبق بصوره مستمر، ضغط مستمر على الرج، راح يصير عندي ضغط مستمر للمسلز هذه، الفري واي سبيس obliteration يصير بي سورنس ومكان على الكريست اوف ذا ريدج او على السلكس راح يصير عنده ايضا سورنس. انكريز بون ريزوربشن عرفنا الويش، ضغط مستمر على البون راح يقل عندي يقلل البلد سيركوليشن بالاريا، يقلل البلد سيركوليشن معناتها النيوتريشنز اللي راح تفوت للبون تقل، الاكسجين اللي يدخل للبون قليل، نفس الوقت الويست برودكت راح تتراكم بالبون، يعني يصير عندي اسكيميا بالمنطقة فيأثر عندي يساوي مور ريزوربشن بالبون. فاشيال اند ماستيكاتوري مصل سبازم لانه هي دائما مشدودة دائما كونتينوس تونسيتي فيصير بها سبازم، وايضا نتيجة انه قلة البلد سيركوليشن بها وتجمع الويست برودكت ايضا هذه تأثر لي على المصل. The patient failed to find relaxed, comfortable resting position. ما يقدر يوصل إلى فد rest position. فال TMJ disorder راح تصير عنده. ال TMJ pain لأنه المصل دائما spasm. Impairment بالmastication ما عنده فد مجال حرية حتى يقدر يسوي الmastication. المصل كلها contracted والأسنان دائما صار بها إطباقة. بعد أستاتيك تشوفون اللور ثيرد اوف ذا فيس راح يكون طويل اطول من الميدل فيس ثيرد، بالاضافه الى انه اللبس راح تكون مشدوده وتشوف اللبس سيبريتد، وتشوفون الاسنان اللي بارزه بلو اللب تكون اكثر من الطبيعي. راح يصير عندي كليكينج ساوند لانه ال unexpected closure noisy. احنا ما عندنا periodontal ligament فالمصل راح يعني ايش قد ايش وقت وتوقف المصل الى ان توصل الريست مالتها وحدها من كيفها سحبة الماندبل راح تتقل، قصدي على المصل اللي تسوي كلوجر للماندبل. فهاي المصل تريد بعدها ما واصلة للريست مالتها والاسنان تتطابق من عندها، يصير طبقة الاسنان فيصير كليكينج ساوند. زين اذا بالعكس انا سويت اللو فيرتيكال دايمنشن مالتي لو، الاستاتيك مالتي بور استاتيك over closure of the mouth على مود يصير occlusion لازم يسوي over closure، يصير عندي nose chin distance بصيرها approximation، lower third يكون أقل من middle والupper third. شوف التشوز السيركم أورالي راح تكون soak تشو خرقانة ساق and fall in line lines يعني أو وال wrinkles راح تزيد دار مدار الفم، الماندبل يطلع protruded ويصير عندي prognathic appearance.
reduce masticatory efficiency لأنه إحنا بالماستيكيشن نحتاج فالتونسيتي مال المصل. المصل حتى نسوي اكلوجر للماندبل راح لازم يصير بها contraction أكثر من الطبيعي، زين، فيصير عندي poor mastication. cheek biting لأنه ماكو فت support قوية للcheeks، فالcheeks راح يصير sinking بين الأبر واللور ويعب عليها البيشنت وهو يسوي mastication. angular chylitis أو angular chylitis تصير عندي بالangle of the mouth لأنه decrease vertical dimension، فالتشو فولد تصير هنا، تشو فولد والسلايفة تتجمع بيها وظلمة، فراح يصير بها candidal growth ويصير بها ulceration. ممكن تكون نتيجة للفيتامين بي deficiency، مو شرط انه فد low vertical dimension او يعني فد long time هو edentulous. بعد عندي pain بالتي ام جي وشكوى غريبة يشتكي لي منها المريض، انه يقول لك انا من البس الدنشر ماتي بعد ما اسمع. هذا علميا هذا الشيء صحيح، لانه المريض من يريد يطبق لازم يطبق ان المصل اكثر من اللازم contraction مالتها، زين، اذا هو يريد يطبق ما طبقت الاسنان الكوندايل راح تطبق بالفوسة مالتها، ويظل اكو سبيس انتيريرلي او ماكو كفاءة بالاكلوجن انتيريرلي. بهاي الحالة شو يسوي المريض؟ يقوم يرجع الكوندايل مالته لورا باكورد ويصعده لفوق. هاي الحركة باكورد ابورد وين راح يضغط الكوندايل؟ راح يضغط لي على التيمبانيك ممبرين والاوركيلر نير، يصير عنده طنين بدانة، تنايتس، تندرنس، مايلد ديفنس وريفيرد بين. زين، هسه بصورة عامة سواء كان زيادة أو نقصان بالvertical dimension راح يصير عند المريض pain بالTMJ وdecrease بالmasticatory efficiency وpoor appearance بالheight of the face. إذا vertical dimension أكثر من اللازم المandible والcondyle one راح يتحرك، forward، وإذا vertical dimension أقل من اللازم قلنا backward وupward. نجي على الطرق اللي انا راح اتبعها حتى احدد الفيرتيكال دايمنشن مالت البيشنت. عندي بري اكستراكشن ريكورد، زين، اللي كان عنده قبل، فيرتيكال ستوبر اللي هي بوستيريور تيث، وبوست اكستراكشن. بري اكستراكشن مثل بروفايل ريكورد، ارتكيليتر وفيشال ميجرمنت. البوست اكستراكشن عندي ميكانيكال وفيسيولوجيكال. بري اكستراكتنج ريكورد مثل عندي بروفايل ريكورد، عندي بروفايل ريكورد يعني من الجانب جانبية، مثل عندي بروفايل فوتوغراف مثل هاي البنية ماخذة صورة لوجهها من الجانب، زين، بعدين أنا أقدر أكبرها هاي الصورة إلى حد وجه نفس الحجم مالت الوجه الطبيعي، وبعدين أقيس المسافة، أخلي نقطة على النوز ونقطة على التشن وأقيس المسافة بيناتهم. عرفت الـ vertical dimension of occlusion أو الريست عرفتها شقد، ورح طبقتها على البيشنت وطلعت القراءات مالتي بسهولة. الطريقة الثانية هي البروفايل راديوغراف. فور اني ريزن البيشنت مالتك كان عنده راديوغراف قديم، او انا اخذ له راديوغراف بعدين الاستيفالومتريك او هاي اللاترال فيو، بعدين لمن يجي هذا شوف عنده اسنان ناتشرال، بعدين انا لمن اجي البس البايترم مالتي واخذ لنفس المقطع مالت الاشعة، اخلي الاشعتين وحدة فوق الاخ، اطابق الاوتلاينز مالت الاثنين واشوف نفسي رجعت للفيرتيكال دايمنشن مضبوط او لا. عندي البروفايل سيلويت، السيلويت ايمج هذه هي الصورة الظلية، هذه نجيب واير نمشي على الفيشل كونتور مالت البيشنت، والواير نفسه بعدين هذا نحتفظ به من نسوي دنشر نجي نخليه على وجه الانسان ونشوف رجعت الفيرتيكال دايمنشن مالته او لا. والواير ممكن يصير به ديستورشن، فحتى احافظ على الشكل مالته اخليه على كرتونة واقصه. عندي articulating cast، هاي ممكن طريقتين نسويها، ناخذ impression upper و lower ونصبها ونقيس المسافات بين فد anatomical landmark موجودات واسجل القياسات واضمها عندي احتفظ بها، مثلا مسافة من الهاميولار نوش للرترومولار بادي اريش قيد واسجلها، مسافة من سي مثلا الانسيسف بابيلا والانسازل ايج مات التيث واسجلها عندي، اضم القراءات بعدين مستقبلا لما البس البايترن اجي اقيس هاي المسافات المفروض ارجعها نفسها. الطريقة الثانية اخذ الامبريشن بالامبريشن كومباوند، مرات الاسنان تطلع وياي بالامبريشن كومباوند، زين، اشوف بها موبيلتي، انطي انستيزيا واخذ امبريشن بالامبريشن كومباوند، طلعتها طلعت وياي الاسنان وصبيتها رأسا وهي بالامبريشن، اصب عليها البلاستر فراح يصير عندي كاست بها اسنان حقيقية.
وإذا ما طلعت أنا أقلعها وأقعدها بمكانها بالإمبريشن. أجي على فيشال ميجرمنت، عندي أجهزة أو أقيس بها أنا الفيرتيكال هايت. أول واحد سوانسون دنت بروفايل سكيل، هذا السكيل الجزء الأعلى ثابت يقعد على البرج أوف ذا نوز، والجزء المتحرك أطل أصعد وأنزل لحد ما يوصل بلو ذا تشن، وأقيس المسافة هي هذه vertical dimension of occlusion. عندي الويلي جيج نفس الفكرة نفس المبدأ، هذا هو الجيج يكون ينحط تحت النوز والجزء المتحرك هذا الثابت، والمتحرك أصعده ونزل لحد ما يصير جوا التشن وهو طابق في occlusion. أقيس هاي بها تدرجات، هنا قست التدرجات مالتها وعرفت القراءة vertical dimension المضبوط مالتي. عندي رايت فورمولا، رايت فورمولا هاي اخذ صورة انتيريور ريفيو للمريض واكبرها بقد حجم وجهه واقيس المسافة انتر بيبول ديستانس واشوفها نفسها على مات البيشنت، اذا طلعت نفسها معناتها اوكي حجم الصورة نفس حجم البيشنت. بهاي الحالة اقعد اسوي القياسات عليها مات النوز تشن ديستانس واللور ثيرد والميدل ثيرد، اطلع لي قراءة صحيحة للفيرتيكال دايمنشن مات المريض. عندي الاكريليك فيس ماسك، اخذ امبريشن للوجه وجه المريض واصبه بلاستر، اصبه صار عندي كاست على شكل وجه، اجي اسوي عليه شلون السبيشال تراي بس على الوجه من الاكريليك، وصار عندي قناع من الاكريليك اضمه مستقبلا اجي اقارنه ويا وجه البيشنت حتى اشوف الفيرتيكال دايمنشن مضبوط لو لا. والطريقه الاخيره هي اني اخلي تاتو على الابر رج واللور رج واقيس المسافات بيناتهم وهو عنده أسنان، بعدين من أقلع الأسنان أجي أقيس ألبس البايترم وأقيس المسافة بين هذول الاثنين التاتو حتى أشوف نفسي زيدت أو عليت أو وصل الطول مضبوط. هاي كلها بري إكستراكشن، عندي بوست إكستراكشن ميكانيكال ميثود وفانكشنال ميثود. أي شيء ميكانيكال معناتها أنا أسوي بإيدي، أي شيء فانكشنال معناتها المريض اللي يسوي وأكو حركة بالموضوع. فالميكانيكال ميثود هذا ماكو حركة بالموضوع، هو simple mechanical device. ممكن الرج ريليشن هو البوزيشن بين كتعريف حسب glossary of prosthodontic terms هو المسافة أو البوزيشنال ريليشن مات المانديبولار ريج للماكسيلاري ريج. can be measured by two methods: distance from incisive papilla للمانديبولار incisor والparallelism of ridge. شلون تفيدني الانسيسيف بابيلا حتى أقيس المسافة بيناتها؟ أنا أقول لك المسافة، خلينا نطلع الصورة عندنا. هذه الصورة الانسيسيف بابيلا موجودة behind the posterior بين الأبر anterior teeth. المسافة مالتها من الانسيسيف بابيلا لحد الانسايزر ايج اوف ذا أبر تيث هي 6 ملم. زين أنا قلنا اكو افد اوفر لو اوفر بايت موجودة بين الأسنان قياسها 2 ملم، فهاي 6 ناقص 2 4، 4 هي المفروض المسافة بين انسايزر ايج مالت اللور والانسيسيف بابيلا. زين الطريقة الثانية انه اقيس الرج باراليزم، اشوف الباراليزم مات الابر واللور رج واقيس المسافة بيناتهم، وقلنا حتى بوقتها الكلوزر بلين مالتي لازم يكون مستنصف المسافة بين الابر واللور. This factor can be used to determine the vertical dimension of occlusion. The mandible of the patient is adjusted to be parallel to the maxilla. This position is associated with 5-degree opening of the jaw in the temporomandibular joint give a correct amount of facial separation. يعني أنا أزيد وأنقص من الوايترن مالتي إلى أن أوصل إلى درجة الأبر واللور ليبس يكونون parallel to each other، معناتها هو هذا vertical dimension المضبوط. قلنا هذيك ميكانيكال ما بيها حركة ما بيها شغل من المريض، هذه عندي هسه فيسيولوجيكال. أول شيء عندي PowerPoint by Booz، هذا PowerPoint شوفوا أنا أخلي بليته على ال أو Central Bearing Plate موجودة على Maxillary Record Base وأخلي بيها by Meter، هذا جهاز قياس القوة أخلي بيها، أخلي البيشنت أقول له عض، زين مني عض هو راح يصير ضغط على هاي المنطقة القوة راح تسجل بالباي ميتر، أقوى قوة عضة هنا أنا موجودة معناتها هذا عندي هو الفيرتيكال دايمنشن المضبوط مالت المريض. زين فاظل يعض البيشنت واقيس القراءة مالته، يعض ولا ان اوصل الى اقرق سوري اعلى قيمة للقراءات هي هذه الباوربوينت وهي هذه الفيرتيكال دايمنشن المضبوط للبيشنت.
الطريقة الثانية استعمل wax occlusal rim tentative jaw vertical dimension is measured with occlusal rim and the cast are articulated in tentative centric relation. Tentative يعني أنا أخذت في قراءة أولية لل vertical dimension مات المريض وحطيته على articulator حتى أقيم الشغل قدام عيني. زين أسوي tracing device can be attached to the occlusal rim of the graphic tracing. أخليه نسميها tracing device أخليها على الأكلوزر ماتي والفيشل اكسبريشن الاستاتيك نشيكها نزيد وننقص بالفيتريم إلى أن بالواكس إلى أن أنطف السبورت حلوة للمصل. زين أقيس للمريض ماتي vertical dimension at rest وعرفنا الطريقة شلون نسويها. ال vertical dimension of occlusion أقل من عدها تكون 2 إلى 4 ملم. فالفيشل اكسبريشن تشيكها اشوف حققت الشروط انه الليب سبورت والتشو سبورت او لا. الاكلوزال سيرفيس اوف ذا ماكسيلاري ريم از كوتد وذ بتروليوم اند سيتد ان مود. نخلي عليها الاكلوزال سيرفيس اخذ الماكسيلاري بايترن واخلي على الاكلوزال سيرفيس مالتها فازالين واخليها البس الهياب. بعدين اخلي الدنتشر ادهيزف powder may be used in case of inadequate retention. إذا كان عنده retention ما حلو أخلي له تشو أدهيزف. زين بعدين أجيب شمع ثاني يكون soft wax أسوي لها softening وأسوي على شكل مخاريط ثلاثة أخليها على البايترم مالت اللور ليب واسويها سوفت شوية بارجع مرت الاخبط تورش مالتي اسويها سوفتنينج. البيشنت نقول له اكثر اقفل حاجك على كيف واوقف اقفل على كيفك شوية شوية اقفل الى ان تحس نفسك وصلت الى فيرتيكال دايمنشن مريح لك وقف بهاي الحالة. من يوقف انتظر الشمع يبرد واطلع وقيس المسافة. زين do not confuse this method to the neck and notch method used in centric relation. زين اكو فد method اخذناها راح ناخذها بالcentric relation حاول ما نخبط بيناتهم. زين عند الطريقة الأخرى اللي هو physiologic rest position هاي الطريقة شنو اتعب المريض اقعده واخليه يعني قاعدة upright position الوضعية اللي عرفناها العين مالته شلون راح تكون الفرانكفورت بلين شلون راح تكون. اقول للمريض مالتك ابلع زين وابلع وارتاح. لما يرتاح اجي اقيس المسافة ارفع افتح الشفتين شوية على كيفي واشوف اكو فد سبيس بين upper ولور 2 الى 4 ملم لو ماكو 2 الى 4 ملم. زين اطبقها 2 الى 4 ملم معناتها ازيدها فوق ال vertical dimension at occlusion حصلت vertical dimension at rest. زين اذا كان ال freeway space more than 4 ملم ال vertical dimension at occlusion is considered to be small and if space less than 2 ملم vertical dimension at occlusion راح يكون عندي great. فهاي الملاحظة انتبهون عليها. الطريقة الثانية هي الفونتيك ألبس البيشنت مات البايترم وأطلب من عنده يلفظ كلمات معينة. ال vertical dimension يأثر على طريقة لفظها. مثل عندي ال silverman closest speaking space. closest speaking space هذا الحرف الاس الاف والف sound والاس speaking anterior teeth relation. عندي لما البيشنت يجي يلفظ لي حرف الف والف جرب انت الفظ الف والف اللور ليب يصير كونتاكت ويا الانسايزر ايج اوف ابر تيث اللي هي عندنا بالصورة فيطلع لفظ الحرف ف بصورة صحيحة. اذا ما يصير عندي كونتاكت ما راح يصير عندي اير سيل بهاي المنطقة فيطلع الف مثل الصفارة وياها ما يطلع اللفظ بصورة صحيحة. زين طريقة الاستاتيك البس البيشنت البايترن مالتي واقعد اشوف الفيرتيكال لور ثيرد مات الفيرتيكال دايمنشن مات اللور ثيرد بقد الميدل ثيرد اكو رينكلز السكن داير مداير الفم يكون ستريتش لو بي فولدز لو ان سبورتد احاول اضبطها يعطيني استاتيك حلوه معناتها اني محققه فيرتيكال دايمنشن المضبوط. وخليها ببالك اكو فد رينكلز
داير مدار الفم مات الايج، هذه ما راح يحل لنا اياها، مو هاي مو جايه نتيجه فيرتيكال دايمنشن خاطئ، هاي جايه من الايج، هاي انا ما اقدر احلها، هذه انا احل بس اللي جايتني من اللو فيرتيكال دايمنشن. اشوف اللبس مالتي صار الكونتور مالتها حلو، صارت فلات لو شكلها حلو وسبورتد زين، اذا فلات وستريشت معناته اني اوفر سبورت هذا، واذا يعني بالعكس صايره فولد يعني مطبقه معناته اندر سبورت، فالمفروض اني اخلي فد استك حلوه. عندي طريقه سولوينج ميثود، هذه يعتمد على انه بدايه البلعه مالت البيشنت راح وين راح يصير، هو حسب الفيرتيكال دايمنشن المضبوط مالته، التوث استوى هي ابر لور بايترم يا دوب يصير بها كونتاكت، معناته هو هذا الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن المضبوط مالت البيشنت. الكونيكال اوكلوزال ريم ميد اوف سوفت واكس فابريكيتد اون ذا مانديبولار ريكورد بيزل، ابر بايترم ما العب بيها، البس الهيا للبيشنت، اللور بايترم اخلي عليها مخاريط مال شمع، اشيل من الواكس مالتها انتيريرلي واخلي مخاريط مالت شمع زين، اخلي البيشنت يبلع، اقول له ابلع عرقك ابلع ابلع، كل ما يبلع عن الواكس السوفت اللي قدام راح ياخذ من الطول مالته، ينقص الطول، يرجع يسوي هذه ينقص دائما من الطول الى ان يوصل مرحلة بعد الطول ما ينقص، فهذا يعرف انه هذا vertical dimension مضبوط زين. ممكن انطي فد حامض حلو على مود اسوي ستيميليشن للسلايفا مالته. عندي بعد التكتايل سنس، هاي حسب القابلية البيشنت نفسه، اقول له انت مرتاح على هذا الفيرتيكال دايمنشن مالتك لو ما مرتاح عليه زين، مرتاح على هذا الفيرتيكال دايمنشن لو ما مرتاح عليه افتح سد اكثر من لازم اكثر من مرة الى ان اوصف الفيرتيكال دايمنشن مضبوط مالتي زين. اخلي هذا سنترال بيرنج ديفايس، اخلي فد بليته على الابر واللور، هذا بها سنترال بيرنج ديفايس بها برغ هنا، اخلي فد ارتفاع عالي وابدي شويه، شوفوا هاي داخل الفم، ازيد بالبرغي مالتي، ازيد واقلل بالارتفاع الى ان البيشنت مالتي يحس نفسه مرتاح على هذا الفيرتيكال دايمنشن، معناته هو هذا الفيرتيكال دايمنشن المضبوط. والديس ادفانتجز انه هاي فد فوريان بودي راح يصير، لانه شوفوا اني هاي مثبتتها على البايترن مالت الابر هناي، وهاي على البايترن مالت اللور قلنا، واكو سكرو اتحكم بالارتفاع مالته، اقلل ولبس البيشنت ارتاحيت لو بعد، واظل اكررها لاني اوصل للريس بوزيشن، بس اكو هو فت فوريان بودي. بيشنت بروبر ريسبشن اوف كومفورت، هاي لا هاي فد نعتمد على المريض نفسه، اخلي فد كروزال بلين اني اتقصد اسويها عاليه كروزال رم، بعدين اخليها بحلق المريض واخلي شويه اقلل من الواكس مالتي، واقول له ها هسه ارتاحيت لو بعدك، ارجع مرت اللخ ارتاحيت لو بعدك، الى ان هو من كيفه يقول لي اني ارتاحيت على هذا الارتفاع العادي، و معناته هو هذا الفيرتيكال دايمنشن مضبوط مالت البيشنت. الديس ادفانتجز مالت هاي التكنيك انه هذا يعتمد على الكوبريشن اوف بيشنت، مو كل البيشنت كوبريتيف ومتعاون وياك ويقبل ها كل ساعه تقعد تجرب بي، فالكوبريشن مالت البيشنت مهم بهاي الطريقه.